بلسمي داوي جروحي يا أغلى دار. قلبي هو للعماني والكركي والمعاني وبنردد أعز إخواني كلنا واحد إيد بإيد. محبوبي يا ابن البلقة وبعجلون ومحلى الملقة وسنود السمرة بالزرقة عزيمة وقوة حديد. مفرقة والطفيلي والعداوي مية مية جرشي مدباوي أهل الكرم والحمية. نشميوي بالنشمية هم بس الأردنية هم بس الأردنية عزمو إصرار. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أعزائي المشاهدين، نرحب بكم من جديد في هذا اللقاء الخاص ضمن لقاءات برنامج كفاءات أردنية عبر قناة جوسر. احنا الآن موجودين في العاصمة عمان وتحديدا في منطقة أبو نصير في ضيافة كفاءة أردنية جديدة في ضيافة مطعم طلة أبو نصير. طبعا هذا المطعم اللي بتمتع بشعبية عالية وفي إدارته الجديدة، ومعي الآن الأستاذ عدي دماسي. مساء الخير يا سيد عدي. مساء الخير. نهنيكم بالافتتاح وهذه التجديدات حقيقة. هذا المطعم اللي بتمتع بشعبية عالية، بداية راح يكون لقائنا معك ومن ثم مع الأستاذ مصطفى. نتحدث عن المطعم الآن، إدارتكم الجديدة، نتحدث عن الأعمال الموجودة، الوجبات اللي بتقدم هنا، إيش ناويين أخيرا؟ والله في عندنا الشباب السوريين هون، في شباب أردنيين عندنا بيشتغلوا هون، وبنقدم للشعب الأردني وجبات ودجاج وبروس وشاورما. أستاذ عدي، نتحدث عن المطعم، يعني إدارتكم الجديدة الآن، ما هي الوجبات التي تقدم هنا متوفرة؟ تتقدم هون وجبات شاورما، وتتقدم عندنا هون وجبات بروست، وخدمة سريعة للشعب الأردني هون طبعاً. في إدارة السيد أبو دياب وفي إدارة أبو محمد عندنا هون في المصلحة، والله يهنينا ويسعدنا يا رب. احنا بنتمنى لكم التوفيق في هذا يعني المطعم حقيقة اللي بتمتع بشعبية وهذه الإدارة الجديدة. الآن نتحدث عن مصادركم من الدواجن واللحوم والمواد الأولية من السوق المحلي. من السوق المحل. جميل. الآن يعني بالتأكيد مع هالإدارة الجديدة هناك سيكون عروض أو المفاجآت لسكان المنطقة. والله إحنا بنقدم عروض كل فترة وفترة، فبنقدم عروض للشعب الأردني وما شاء الله. جميل. كيف إقبال الناس من الفترة المسائية أكثر؟ والله عندنا الفترة المسائية أكثر من الصباحية. نعم. إيش أبرز المشاكل اللي بتواجهوها أستاذ عدي؟ والله ما بنصادف إشي، يعني الحمد لله من فضل رب العالمين. مواضيع تصريح الشباب. تصريح الشباب الحمد لله أمورها صار يتسهل هسا وما عاد في غلبة زي أول يعني. جميل. أوكي. يعني احنا بنتمنى لكم التوفيق، ولكن قبل ان نحدد العنوان انا حاب اخذ رايك بما يخص نعمه الامن والامان، شو بتحكي عنها؟ والله الامن والامان الحمد لله ممتاز في الاردن، والله يخلي لنا الملك عبد الله ويديمه على راسنا. امين يا رب. احنا يعني هي تستمر المسيره استاذ عدي بهمه النشامى امثالك وجلاله الملك، يعني اول ما يدعو الى دعم فرسان التغيير، وانت يعني والاستاذ مصطفى من جيل الشباب، يعني مشروعك هذا يدل على شيء، يدل انه انتم متميزين. الحمد لله. جلاله الملك يعني كما اشرنا يعني تحدث باكثر من المناسبه، انا استمد العزم منكم يعني، ومقولته المشهوره ارفع راسك انت اردني بالتاكيد هامات الاردنيين دائما مرفوعه عالي بهمه النشامى امثال جميع الشباب الموجودين. نحدد للساده المشاهدين عنوانكم انتم ابو نصير باي منطقه؟ في حارة واحد. حارة واحد. أيوة. يعني العنوان واضح والكاميرا الآن تستعرض هذه المناظر. أنا بشكرك أستاذ عدي، شكرا جزيلا. على رأسك. ولا زلنا في مطعم طلة أبو نصير، ومعي الآن من الإدارة الأستاذ أبو محمد الشريدي، يعطيك العافية. الله يعطيك سيدي. أبو محمد، يعني بحكم تواجدك المستمر في هذا المطعم وهذه الإدارة يعني ومتابعة مع الأستاذ عدي والأستاذ مصطفى، وصف لنا العمل اليومي، أي ساعة بتبلشوا وكيف الأمور؟ سيدي إحنا عندنا العمال بيبلشوا الساعة 9 الصبح، بينزلوا بالتحضير أول شيء، تحضير السيخ الشاورما، تحضير الدجاج. عندنا نظافة مستمرة من قبل المشرفين على المطعم عدي والأستاذ مصطفى. عندنا معلمين موجودين باستمرار على الشاورما، تنظيف الدجاج، عندنا مشغل موجود باستمرار. نتعامل مع الشركات الأردنية الموجودة. بنبلش إحنا نفتح المطعم الساعة 12 الظهر تقريبا، 12 ونص بنبلش الخدمة للمواطنين. فبنظل مستمرين بالخدمة لغاية الساعة 2 بالليل. طيب. عندنا شفتين. نتحدث عن موضوع النظافة اليومية، يعني زي ما ملاحظين احنا جينا بالصدفة، يعني خلال 10 دقائق تم ترتيب الموقع. نظافة مبينة، طريقة عرض السلطات، طريقة عرض يعني كل شيء مغطى، النظام مدروس. مساء كيف يتم يعني العمل بخصوص موضوع الثلاجات والمواد؟ سيدي احنا عندنا خطة مستمرة للنظافة موجودة باستمرار، عندنا نظافة مستمرة، عندنا عمال نظافة اثنين، شفت صباحي شفت مسائي، زائد عمال المتواجدين، كل واحد شخص مسؤول عن البسطة تاعته او عن البراد تاعه باستمرار.
مسؤولية الشخصية، عندنا نظافة مستمرة، لأنه إحنا نكون مش ما نقول محل أثاث أو أي شيء، إحنا محل مقدم وجبات سريعة للمواطنين، فهذا يطلب نظافة مستمرة. إذا انعدمت النظافة انعدمت الإيش الثقة بيننا وبين المواطن. موجود عندنا باستمرار النظافة مستمرة، عندنا منوفر لجميع للعمال جميع المواد التنظيف باستمرار أول بأول حتى نحصل على ثقة المواطن أو ثقة الزبون الموجود في منطقة أبو نصير أو لواء الجامعة خاصة. بالتأكيد. ومحمد تحدث عن الأسعار، الآن الأسعار يعني متقاربة المحلات العادية والأسعار. سيدي إحنا كمطعم طلت أبو نصير بصفتنا مطعم شعبي أسعارنا تقريبا في متناول الجميع. مثلا وجبه الشاورما العاديه كم سعرها؟ نحن وجبه الشاورما العاديه دينار رقم 70، اقل من السوق الموجود عندنا في بعض المحلات داخل ابو نصير. جميل جميل، يعني اسعار شعبيه. شعبي ايضا طريقه عرض كما تستعرض الكاميرا الان، طريقه عرض انواع الاطعمه والسلطات بصوره جميله جدا. ابو محمد انا بشكرك وبحييك على هذا التركيب وهذا الانجاز. شكرا جزيلا. حياك الله سيدي، اهلا وسهلا فيك. بلسمي